بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أستكمل مع حضراتكم القراءة في رسالة الفرح، رسالة القديس معلمنا بولس الرسول إلى أهل مدينة فيليبي في الإصحاح الثاني في عدد 12 لغاية عدد 18. هقرا الفقرة دهية. إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة، مسرة الفرح. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عيب، في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا، لكنني إن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته أصر وأفرح معكم أجمعين. وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. الحقيقة قديس بولس الرسول وإحنا بنعيش وياه، ودي الكلمة رقم 4 في رحلتنا معاه في السجن، وهو في سجن مدينة روما وهو بيستقبل خادم اسمه أبفروديتس وجاي يقدم عطايا جمعوها أهل مدينة فيليبي، وبيحاولوا أنهم يعبروا عن محبتهم للخادم اللي خدمهم وعرفهم بالمسيح، وبيبعتوا له مساعدة مالية محدودة لأنهم كانوا ناس على قد الحال، وبيقدموا له العطية دهيت علشان يقولوا له احنا وياك في الأزمة، في الضيقة، في المشكلة اللي انت موجود فيها. بولس الرسول وهو في السجن مشغول بالكنيسة ومشغول بحياة الإنسان ومشغول بخدمته الناجحة ومشغول بأن الإنسان المسيح الذي عارف المسيح ازاي يعيش حياة نقية وحياة صحيحة. الجزء ده عايز أحطه قدامك قدام عنوان مهم جدا، بيقول كده: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. خد بالك، هو المرة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت قال لنا كده تمموا فرحي، المرة دي بيقول لنا تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، ويشرح الشرح ده ويقدمهن بطريقة ممتعة، وهو بيقدم لنا صورة هذا العالم وصورة الزمن اللي بيعيشه الإنسان. بولس الرسول من القرن الأول الميلادي، لكن هو بيشرح لنا الزمن كأنه عايش ويانا النهاردة. تمموا خلاصكم بخوف ورعد. عايز أقول لك إن الزمن اللي هو وصفه بولس الرسول هنا وقال عليه وسط جيل معوج وملتوي، جيل معوج وملتوي ده في القرن الأول الميلادي، يعني تهالي بولس الرسول لو كان ويانا النهاردة وهو بيشوف ما يحدث في العالم كله في الزمن برضو هيقول نفس التعبير، جيل معوج وملتوي. وطبعا هو عايز يقول ان في خطايا وفي سقطات وفي متاعب وفي حاجات كتيرة خالص، لكن بولس الرسول بيشرح لنا. طيب لو جيت اشرح هذا الزمان اللي احنا فيه، حقيقة ناس كتيرة من علماء الاجتماع واللي بيدرسوا احوال الانسان بيشرحوا وبيأكدوا ان الانسان بيعيش في زمن فيه صراعات شديدة جدا، ويقولوا العالم النهاردة بتحكمه ثلاث امور كلها بتبتدي بحرف ام الانجليزي. اول حاجة
بتحكم العالم النهاردة الماني، فلوس، المال. اللي حذر منه المسيح زمان وقال لا تقدرون أن تعبدوا سيدين. واحد يرضي السيد ده يرضي السيد ده. وجعل المال سيد، ولكن المال في حقيقته وسيلة، هو وسيلة لحياة الإنسان. كان زمان الناس بتتبادل احتياجاتها من خلال الأشياء العينية نفسها، وبعدين اخترعوا بقى الفلوس وابتدت لها مراحل كبيرة ولها وزن ويقدروها وميزانيات وأرقام وأصفار كتيرة. لكن المال نعمة من عند الله، وبالمناسبة في قديسين كتير في تاريخ الكنيسة كانوا أغنياء ومن أسر غنية، أشهرهم القديس الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان. يقال إن عائلته كانت تمتلك 300 فدان من أجود أنواع الأراضي. لكن دي مش القصة بتاعتنا النهاردة. المال يتحكم في الإنسان، الحروب، الصراعات، النزاعات كلها في المال. الحاجة التانية، الحرف التاني أو الام التانية اللي هي بتحكم الناس أيضا هي الأسواق، ماركتس، الأسواق. طبعا بتشوفوا الأسواق حتى لما حصلت كورونا والناس ابتدت تقعد في البيوت، ابتدى يبقى فيه يقول لك الشراء أونلاين، وبقى في شركات ضخمة زي أمازون وغير أمازون بتبيع، جيب لك صورة الحاجة لغاية عندك وتشتريها وتدفع فلوسها وتجيبها لك لغاية المكان بتاعك ولغاية عنوانك. وصارت المولات والميجا ماركتس اللي هي المحلات الكبيرة خالص أو الأسواق الضخمة ده هي. وأتذكر قصة كنت قريتها زمان، إن أيام الرئيس شارل ديجول في فرنسا ابتدت تطلع فكرة المولات الكبيرة والمحلات الضخمة زي كارفور وغيرها. فجم بعض رجال الأعمال وقالوا له عايزين نعمل المحلات ده في باريس، المحلات الضخمة دي. الكلام ده في الستينات. قال لهم لا، لو عملتوها جوه باريس هتموتوا المحلات الصغيرة، روحوا اعملوها بره المدن. حتى تلاحظوا عندنا كتير يعملوا المحلات دهيت او الماركس دهيت بره المدن خالص، وتبقى يقول لك متعة التسوق، روح بقى وكأنك بتتفسح هناك، ولو انت بتتفسح هتجوع هنعمل لك الاكل جنبك، مطاعم كتيرة، تقضي طول اليوم في الشراء. وهذه الاسواق لدرجة ان احيانا الناس تشتري حاجات هي مش محتاجاها خالص، يشتريها هو مجرد المتعة. وفيها يعني أفكار كتيرة. من الأفكار الغريبة، عملوا مرة دراسة لما يجوا يبيعوا الساعات، الساعة واقفة طبعا اللي بيبيعوها، فالساعة دي يوقفوها على زمن إيه؟ يعني مثلا الساعة 3 ولا الساعة 9 ولا الساعة 6. عملوا دراسة كبيرة، الناس بتشتري الساعات وهي واقفة عند ساعة كام؟ بعد ما عملوا الدراسة النفسية الكبيرة ديت اكتشفوا اكتشاف جميل قوي، ان اكتر ساعات تتباع لما تكون واقفة عند زمن 10 و10. ليه؟ يقول لك دي كأن الساعة بتضحك، كأن الساعة بتبتسم، فبتبقى اكثر جاذبية، يروحوا الناس يشتروها على طول. انا بقول لك ان بيدرسوا فلسفة التسوق العصبي الماركس. الام الثالثة الاولانية ماني، والثانية الماركت، والثالثة الميديا الاعلام. والميديا بقى يعني حدث ولا حرج، باتساعها وبانتشارها وبقنواتها وبالسوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي بكل صفحاته بكل مواقعه بكل اشكاله، اللي عمالة شركات ضخمة وبتحقق ملايين الملايين من الارباح سنويا، وصارت الميديا تحكم الإنسان. يبقى الثلاثة إم دول بيعملوا نوع من الحصار على الإنسان، اللي قال عليه بولس الرسول هنا زمن أو جيل معوج وملتوي. طب نعمل إيه يا بولس في وسط الزمن ده وفي وسط الشرح ده؟
بيقدم لنا الحقيقة صورة جميلة خالص، ويقول لنا ان انت لازم يكون عندك هدف، بس عندك قوة وعندك وعد وعندك وسيلة. اشرح لك الكلام ده. اول حاجة لازم يكون عندك هدف، والهدف كده بيحدده: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. تمم حياتك بخوف وبرعدة. ممكن انت ماشي تقع، اقف وكمل. ممكن مفيش انسان كبير على السقطة او الخطية، لكن ان وقعت يوجد امل، يوجد رجاء. اقف وكمل. يقول لنا تمموا خلاصكم بلا نقص. اجتهد بقدر الامكان. ويمكن واحنا في شهر يوليا دلوقتي وبنحتفل بقديسين كتير، مثلا واحد زي القديس موسى الاسود او موسى القوي اللي بنفتتح بيه شهر يوليا، ما هو سيرته بتحكي كده، بتحكي انسان كان كثير الوقعات، ولما فاق لنفسه عرف تمموا خلاصكم بخوف ورعد. في يوم من الايام جابوه علشان يحضر محاكمة اخ سقط، فلقوا جاي من بعيد وشايل شوال ومليان رمل، والشوال فيه ثقب وعمل الرمل ينزل منه. فبيقولوا ايه اللي انت شايله ده؟ قال لهم خطاياي شايلها ورا ظهري وبتجري ورايا وانا مش شايف. يبقى اول حاجة حدد هدف، حط هدف عندك وحطه كده زي ما القديس بولس الرسول بيقول لنا: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. بخوف يعني باحتراس، زي ما واحد انا رايح الامتحان فخايف، بس الخوف ده بيخليني اذاكر، بيخليني اجتهد، بيخليني اخد بالي، بيخليني اركز. ورعدة يعني مفيش وقت للكسل، مفيش وقت الواحد يضيعه. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، ده الهدف. لكن انت مش هيسيبك المسيح وانت ماشي، بالعكس ده هيدي لك قوة. دي نمرة اتنين بقى، هيدي لك قوة في الطريق. يقول لنا كده: الله هو العامل فيكم ان تريدوا ان تعملوا من اجل المسرة. يعني انت بتشتغل مش لوحدك، اوعى تفتكر نفسك لوحدك، انت بتشتغل الله العامل فيكم. تعبير جميل قوي، هو اللي بيشتغل، هو اللي بيشتغل. فكرني دي بقصة لطيفة قوي، لما طفل صغير ماشي ويا باباه وشايلين شنطة، طبعا الاب هو اللي شايل الشنطة والود حاطط بس ايده على الشنطة كده، وهم ماشيين يوصلوا البيت ويقول لماما: ياه ده انا شايل الشنطة طول الوقت، الشنطة التقيلة دي، في حين اللي شايلها هو والده، لكن هو مجرد حاطط ايده كده. الله يصنع معنا هكذا، لان الله هو العامل فيكم. طب تعالى كده فكر وياي، موسى النبي ده عاش ازاي؟ ده 40 سنة بعيد خالص، ويعد في فرعون، في قصر فرعون ويعد، وبعد ما يعد يبتدي ينطلق للخدمة ويخرج. وانت حلتك ايه يا موسى؟ ده انت حتى في الكلام مش قادر تتكلم. يقول لك ان الله هو العامل فيكم. وموسى يبتدي يخدم ويبتدي يخرج مع الشعب ويعيش في البرية زمن طويل، ويمتد عمره 120 سنة. الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا، تريدوا اللي جاي من الارادة، يقوي الارادة، وان تعملوا من اجل المسرة. يعني وانت بتشتغل بفرح، ما هو تمموا خلاصكم وانت مكشر؟ لا، ده تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، بس افرح لان الله هو العامل فيكم. هو اللي شغال، هو اللي بيقوي، هو اللي بيرتب الامور، هو اللي بيسند، هو اللي هيكمل وياك السكة ان تريدوا ان تعملوا من اجل المسرة. داود النبي، داود في بداياته كلنا عارفينها، بدايات كلها صغيرة وقليلة جدا، ولكن داود يقول له، يقول ربنا عليه كده: وجدت قلب داود حسب قلبي. وداود بمزاميره ناخدها ونصلي بيها النهاردة، أن تريدوا الله هو العامل فيكم.
وداود دهوت على ايديه تتم معجزات كتيرة، ونسمع عن داود انه يقع في خطية ولكن يقوم ويتوب ويكمل. ان تريدوا الله هو العامل فيكم، ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسرة. حتى ابائنا الرسل، ابائنا الرسل اللي بنحتفل واحنا في صوم الرسل دلوقتي، بنعيش في هذا الصوم وبنفتكر بطرس وبولس الرسولين، وبنفتكر بقية الأباء الرسل تلاميذ الاثني عشر والأباء الرسل كلهم السبعين، ونفتكر القديس ماري مرقس هو العامل فيكم. ماري مرقس لما كان جاي مصر كان حالته إيه؟ إمكانياته إيه؟ مفيش إمكانيات خالص، لكن لما وصل مصر وابتدى يشتغل لقينا شغله قوي. جبت القوة دي منين؟ قال لأن الله هو العامل فيكم، هو الذي يعمل فينا. بطرس الرسول يتحط في السجن، هو العامل فيكم. ونسمع عن سير كل القديسين وكل الأتعاب اللي واجهوها ويحطوا الشعار ده، هو لأن الله هو العامل فيكم، أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. هو الله يعطينا قوة من خلال الكلمة المقدسة، وبيدينا القوة أيضا من خلال الصلوات، طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، وبيدينا القوة أيضا من خلال حتى الألم اللي احنا بنتعرض له، من الألم يصنع قوة. وزي ما قلت لك في الإصحاح الأول قال كده، وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله أيضا. طيب يكمل ويقول إيه في النهاية؟ يقول لنا في وعد، في وعد مهم جدا، يقول لنا كده في عدد 18، كونوا أنتم مسرورين وافرحوا معي. يا بولس ده أنت في السجن، ده أنت في الألم، ده أنت في ظلمة السجن، إيه اللي بتقوله ده؟ يقول كونوا أنتم مسرورين وافرحوا معي. افرحوا، الفرح، في وعد بالفرح. مهما تتعرض لألم في وعد بالفرح، مهما تتعرض لسقوط أو الوقوع في وعد بالفرح خالص، لأن الله هو العامل فيكم، هو المحفز، هو الداعم، هو اللي بيدعم حياة الإنسان وخدمته ومسيرته الروحية، هو الذي يعطيه الطاقة الفعالة، القدرة. اوعى تفتكر ان كلمة الإنجيل دي كلام حبر على ورق، كل كلمة في الإنجيل محاه من الله، فيها قوتها وفيها فعلها وفيها أثرها. يقول لك كده كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، هو العامل في داخلكم. طيب أدي هدف تمموا خلاصكم، وأدي قوة العامل فيكم، الله هو العامل فيكم، وأدي وعد كونوا مسرورين. فضل إيه؟ فضل الوسيلة، الوسيلة بقى اللي نعيش بيها. الحقيقة بولس الرسول بقى هنا بيقدم لنا سبع نصايح متتالية واضحة. يقول لنا إيه؟ أول حاجة افعلوا كل شيء بلا دمدمة، بلا دمدمة. دمدمة اللي هي أول درجة من درجات التذمر. ربنا يحفظكم، الإنسان المتذمر يفقد الكثير، بس التذمر له مراحل، فيبقى كده كأنه مش مبسوط، كأنه بيتسحب منه الفرح. لا، افعلوا كل شيء بلا دمدمة، اشتغل في نور الوصية بلا دمدمة. مفيش الدمدمة، مفيش أي مرحلة من مراحل التذمر أو عدم الرضا، ما تسمحش لنفسك إنك تقع في الحاجات دي خالص. مرة شفت مشهد كده، أم بتحاول تأكل طفلها فيقول لها لا مش عايز يأكل، فتقول له ده حلو، يعني يبعد كده بفمه بعيد عن الأكل، فابتدت تشجعه.
لما ابتدت تشجعه بأول معلقة ابتدى بعد كده ياخد معلقة التانية والتالتة وخلاص. تذمره الأولاني ده كان رافض، كانت خطوة، لكن لما ابتدى فيه تشجيع افعله كل شيء، ما تيأسش، خلي عندك رجاء، ما تقعش، ما تبقاش كده سهل تتكسر. افعلوا كل شيء بلا دمدمة. طيب ونمرة اتنين، افعلوا كل شيء بلا مجادلة. المجادلة اللي هي ان الانسان يكتر من المناقشات ويحاول يثبت فيها ذاته. يقول لك الانسان لما يجي يتحاور مع الانسان الاخر يقول لك في حوار وفي شجار وفي جدار. يعني ايه التلاتة دول؟ الحوار ان انا اتحاور مع الانسان وبنحاول نفهم بعض، والحوار يقوم على ارضية محبة. يعني وانت بتتحاور ويا الاخر انت مش داخل معركة، انت مش داخل عشان تكسبه او تهزمه او تكسره، لا انت داخل عشان تفهمه. دي ثقافة الحوار القائم على الحب. في نوع تاني من الثقافة اللي هي ثقافة الشجار، داخل عشان يتخانق، داخل عشان يحقر رأي الآخر، داخل علشان ما يفهمش الآخر. ده تلاقيه يعلي صوته، وتلاقيه ممكن يخرج منه كلمات غير جيدة، وتلاقيه دايما يقاطع اللي قدامه، وتلاقيه ما يسكتش، ويستخدم يشوح بإيديه وعينيه وهكذا. ثقافة الشجار. نوع الثالث من الثقافة اللي هي ثقافة الجدار. الجدار اللي هو ايه؟ واحد يبتدي يتكلم ويا واحد يروح التاني مزعق او زعلان او غضبان ويروح واخد بعضه وسايب الاخر، او واحدة بتتكلم ويا واحد وياخده ويده وتروح معيطها. مش معقول الاخر هيعيط، يقف الموضوع. يسموها ثقافة الجدار، كأن الواحد ماشي كده في شارع سد. الصورة دهيت هنا بيقول لك افعلوا كل شيء بلا مجادلة. خليك بسيط، الحياة نفسها بسيطة، خليك بسيط، لأن المجادلة بتبين الإنسان عنده ذات وعنده كبرياء وعنده رؤية لنفسه، عايز يحقق نفسه على حساب الآخر. افعلوا كل شيء بلا مجادلة، بلا كلمات ملهاش معنى خالص، من إنك تقول كلام تجرح به الآخر أو تكسره أو تشوه صورته بأي شكل من الأشكال. نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، لكي تكونوا بلا لوم. بلا لوم، وبلا لوم هنا بيحطها قدامنا إن الإنسان لا يلومه ضميره. تكون بلا لوم، محدش يقدر يلومك، بحيث ان الانسان بيعيش في حياته ومنتبه الى نفسه. بلا لوم، لكي تكونوا بلا لوم، ان الانسان ما يكونش له مثلا خطية ظاهرة، او مثلا شخص دايما لسانه يقول الفاظ غير نقية. بلا لوم، محدش يلومك على الخطأ، ان الانسان يكون بلا لوم، واخد باله، محدش يلومه لا على سلوكه ولا على افعاله ولا كلامه ولا اي شيء. لكي تكونوا بلا لوم. او مثلا يكون انسان دايما غضوب، دايما يضيع حقه، يجي الواحد يقولوله انت غضبك اللي بيضيعك. تكونوا بلا لوم. او واحد مثلا دايما كلامه يكثر من الحلفان، او واحد يقول دايما وعود فارغة. الخطايا الظاهرة بصفة عامة، لكي تكونوا بلا لوم. نمرة اربعة، بسطاء. والبساطة احد الفضائل اللي بيعيش فيها الانسان. افكركم مثلا واحد زي القديس الانبا برام اللي هو صديق الفقراء، لما انت بتقرا في سيرته يقولك راح يزور ابونا البترك. لما دخل عند ابونا البترك لا قاعد على الارض، فكان الجو حر، فابتدى يقلع الفروجية. هو بيقلع الفروجية شاف حبل كده، راح حطيت على الحبل. الحبل ده كان عبارة عن شعاع
شمس داخل من الشباك ظنوا إنه هو حبل. منتهى البساطة، البسطاء، حياتك البسيطة. يقال في أيام العازر اللي قومه المسيح إن وهو قاعد كان عايش حياة بسيطة خالص، فواحد جه سرق طبق، الطبق ده من الفخار، يعني زي من تراب الأرض كده. فبعد الشخص اللي سرق الطبق ده هو شافه فابتسم وقال عبارة لطيفة قوي، قال التراب يسرق التراب. خد الطبق الفخار يفرح بيه وخلاص، التراب يسرق التراب. كن بسيط، بسيط في في واحد في حياته يكلكع الأمور، في واحد بنقول عليه كده في الأمثال المصرية يعمل من الحبة قبة، كبر المواضيع. وفي واحد يصنع سلام بكلمة، بتصرف، بأنه يسامح الآخر، أنه يقدر يفوت. أحيان في أم في تربيتها لولادها تقعد على كل صغيرة وكبيرة، تقيد الطفل. وفي أم بعض الحاجات تفوتها، وبعض الحاجات لازم تقف عندها، ولازم تربي فيها، ولازم تعلم وتنصح. كل ده يكون الإنسان بسيطا. البساطة تعني النقاوة، والوصية تقول إيه؟ كونوا حكماء كالحياة، بسطاء كالحمام. خد بالك من الازدواجية الجميلة ده، هي كونوا حكماء كالحياة، الحياة دي ده التعبان، لكن خد منه صفة واحدة، الحكمة. طب والحمام، خد من الحمام صفة البساطة، حطهم الاثنين ويا بعض، الحكمة زائد البساطة. طب حكمة من غير بساطة تبقى مكر ودهاء وخبث. طيب بساطة من غير حكمة يبقى عدم عقل، والإنسان كده يبقى مش بيتصرف صح، وتكون سلوكياته مش سلوكيات مستقيمة. بسطاء، يقول لك كده، إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. في العين البسيطة تشوف الأمور ببساطة، وفي عين شهوانية أو عين ناقضة أو عين مدمرة أو عين شريرة، أنواع كتيرة. لكن إذا كانت عينك بسيطة، وعايز نوع واحد، إذا كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما. عيش في البساطة، أحد وسائل النجاح البساطة. نمرة خمسة، يقول لك أولاد الله، اوعى تنسى انك ابن ربنا، اوعى تنسى انك اتولدت الولادة التانية من الماء والروح، اوعى تنسى ان انت حياتك حياة نقية، انك ابن ربنا. انت عارف لما نقول فلان ده ابن الملك، ده ابن الملك، سلوكه يبقى ازاي وطريقته ازاي واسلوبه وحياته. اولاد الله، أولاد الله يسلكون ببساطة ولا ينسوا هذه الحقيقة أبدا. تقول لي العالم مليان شر، ما الشر ده على طول، ده من أيام المسيح في شر، من أيام آدم في شر. طب وانت، انت ايه اللي خليك تدخل في الشر؟ خليك إنسان ابن ربنا. يقول لك فلان ده ابن ربنا خالص، رام اتكاله على ربنا، أموره كلها بيسرها الله لقدامه، حياته كلها كده، هو اللي بيرتب كل شيء. بولس الرسول نفسه لما ابتدى يظهر له المسيح ويقول له بولس، يقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ سلم نفسه، وابتدى يعيش ويا المسيح في حياة نقية. والحاجة الجميلة أن بولس الرسول فضل محافظ على كونه، صار ابن لله خالص. ويوم ما يمشي ويتركب السفينة ورايحين للمحاكمة والسفينة تتكسر في عرض البحر، يقول لك سلمنا فصرنا نحمل. وكان عنده روح رجاء وإيمان قوي أنه هيوصل سليم، وحصل.
تنساش انك ابن ربنا. اولاد الله بلا عيب. كلمة بلا عيب ده هي يعني سلوكياته كلها فيها استقامة. وانت بتصلي كل يوم وبتقول ايه؟ قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي. ويقول لك الخط المستقيم هو اقصر خط ما بين نقطتين خالص. السماء والارض بينهم نقطتين. نقطة في الارض ونقطة في السماء. هي خط مستقيم. الخط المعوج الملتوي لا يصل. ما يوصلش الانسان. خلي حياتك مستقيمة. يقول لنا بقى في الاخر او قبل الاخر يقول لنا في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. هنا بقى تبتدي تتضح رسالة الانسان السائر مع المسيح. نور. نور في وسط العالم. زي تصور كده طريق طويل بس الطريق ده طلمة. شوف يخوف قد ايه. وممكن يكون فيه اشرار قد ايه. وممكن يتوه الانسان قد ايه. لكن الطريق المنور فيه اعمدة النور كده. اولا بيبقى شكله جميل. وثانيا النور بيهدي الانسان. يقول لك تضيئون بينهم كأنوار في العالم. هو ليه ربنا عرفك عرفك؟ وليه ربنا عطاك الوصية عشان تبقى نور؟ ليه عطاك الحكمة عشان تبقى نور في العالم؟ هو ايه فايدة عمود انارة بس مظلم؟ ملوش اي فايدة. والمسيح قالها لنا صريحة. قال لنا كونوا انا هو نور العالم. وانتم نور العالم. انتم نور العالم. والنور من ناحية الفيزيقية الفيزيكس يسير في خطوط مستقيمة. اللي قالها قبل كده بلا عيب اولاد الله في وسط جيل معوج وملتوي خليك انت مستقيم. تضيئون بينهم في كأنوار في العالم. ربنا عايزنا نبقى النور. نور في الحياة. الدول بتحارب الفساد. لان الفساد ده ظلمة. لازم تكون انسان امين في شغلك في عملك في مالك في اسرتك في مجتمعك في خدمتك في كنيستك. لازم تكون نور. دي مش اختيارية تكون كده ولا كده. ده الزام ان انت الله خلقك واعطاك هذه الامكانيات لكي ما تكون نور في العالم. تضيئون كأنوار بينهم كأنوار في العالم. آخر حاجة في هذه النصائح السبعة متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح. وهنا الحياة بولس الرسول أكثر من رائع. أنا خدمتكم وعرفتكم المسيح وقدمت لكم الوصية وشرحت لكم طبيعة المسيرة في الحياة مع المسيح. تمسكوا بكلمة الحياة. متمسكين بكلمة الحياة. وأرجوك تاخد بالك ان متمسكين في كلمة الحياة زي بالضبط اللي قالها في الإصحاح اللي فات. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. متمسكين بكلمة الحياة. طب ليه يا بولس؟ قال عشان أنا هفتخر بيكم لافتخاري في يوم يسوع المسيح. يا بخت الخادم اللي مع مخدوميه ومع الرعية كده يقف كلهم فرحانين متمسكين بكلمة الحياة ويقف الخادم في وسطهم كده يقول أنا بفتخر افتخاري إن أنا قدمت المسيح لهؤلاء. إن دول عرفوا المسيح عن طريق خدمتي وعن طريق عملي وعن طريق التعب. وده جهاد كل خادم في كل مكان من أول خادم مدارس الأحد الصغير لغاية أي خادم في أي موقع. الخلاصة افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم بسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم يسوع المسيح. الصورة الجميلة ده هي اللي بيقدمها لنا بولس الرسول. عايز يقول لنا انتوا نور في العالم. واوعى تتخلى عن المسؤولية ده هي. ربنا يحفظكم
ويكون كل واحد فيكم نور في العالم ونور في أسرته وفي خدمته.